koobkan oo ah ciyaar sports ah oo lagu wacyigelinayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jidda, kaasoo lagu bareeyay wadaniyadda iyo dowlad jaceylka oo loogu magacdaray koobka wacyigelinta, ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Jidda ee waddanka boqortooyada Sacuudiga. Koobkan oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda sportska Soomaaliyeed ee magaalada Jidda ee guddoomiye u yahay guddoomiye Awes Amin Kaboy, ayaa waxa uu ahaa koob xiiso badan oo u dhexeeyey kooxo ka dhisan isla jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda. Koobkan oo ahaa kii ugu weynaa oo loo qabto kooxaha sportiska ee ka dhisan magaalada Jidda, ayaa waxa uu ahaa dhanka kale koob lagu bareeyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee ku nool waddankan Sacuudiga, islamarkaana ku koro qorbaha sidii ay wax uga baran lahaayeen dalkooda iyo dowladnimadooda. قدوميها جاليد وكبد عقتا مملكة عربية سعودية خاصة جدة أويس أمين عبد الله كابوي ما شاء الله تبارك الله وحلده والله بي ما انتو حاوة كوب وحانور لما دي جاليدة مملكة عربية سعودية خاصة جدة والله أطول قالي لانيرت سوماليا سبورتيغو أو كنول مملكة عربية سعودية الحمد لله إلهي وانو فيولي وحا آتي آت هوشاس أقالي قدوميها مملكة كدسن شربت له إيو مملكة كديسن جريدة مركا وحندها قول إنه هر مريو سبورتي في الصومالية إلى كسوكو وحماد إسكالي توعية أو دكتي كوب كان إيو لانير أبابوش أو كشقي كوب كان سيدي قدوميها قود جالية أوس أمين كابوي قدوميها جالية أو شربت له محدين دينوس يو أنيقو أقدومي حيانك يو جمال جستو أو أه أفاينك يو قدومي شرعي خاص داود يو قدوميها كوحا مهند وهي ماسيين وحان لا يهر الصعود إن شاء الله جدا وعاك جيرا أكتيفتي بدن أو سبورتي أه أو رنتي لغو أماني كرو يدو مارتي وحول بأي جيران أو مارتي صعب أه إن دبر أذيغان إن هبين بر أي مارتي أي كجاران حتى توبر أول شيء وحن أمة علنا إلهي عاو نصر تجلي إنه ناقب سما في نالك كوبكي وعجلين تجالي الصوماليت كوب كاسنا وح كوبنا لباتن إلى بكو حوت إن كوب كاس وح جهد جلي جودجا مامل كبد عقتة شربلة دكتور ربان تقرن الصوماليت ماذا يجي ده